الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، حديثي إليكم في هذه الليلة عن شيء من أخبار رجل عظيم من عظماء الإسلام. ما طلعت الشمس على خير منه بعد الأنبياء والمرسلين، قدوة من أعظم القدوات، ورجل زكاه الله من فوق سبع سماوات. إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفيقه وصهره أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل العظيم الذي كانت له المكانة العليا في الإسلام، وكثير من الأحاديث النبوية التي جاءت في أخباره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت بجلاء كيف كان هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه يتبوأ مكانة عالية عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أن مكانته عند الله كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحب شيئا إلا والله جل وعلا يحبه، فلا مجاملة في دين الله عز وجل. وقد زكاه الله عز وجل ووصفه بأنه الأتقى، فقال تبارك وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال المفسرون: نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال، وكان هذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، قال: إن الله قد خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. يقول أبو سعيد: فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يقول أبو سعيد: فعجبت من هذا الشيخ يبكي لرجل خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، يعني ما الذي يبكي أبا بكر؟ هذا خيار طبيعي أن يختار العبد ما عند الله عز وجل. لكن أبا بكر قد فهم شيئا لم يفهمه سائر الصحابة رضي الله عنه، لقد فهم وعلم أن المقصود هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا دليل على قرب أجله، لهذا بكى وحزن رضي الله عنه وأرضاه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يبكي قال وهو على المنبر: لا تبكي يا أبا بكر، إن من أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وما من أحد كانت له علينا يد إلا وجازيناه بها إلا أبا بكر، فإن له علينا يدا لا يجزيه بها إلا الله. انظروا أيها الإخوة كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي مكانه، لقد قدم لهذا الدين وللنبي عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص من التضحيات وبذل من المال والجهد ما وصل به إلى هذه المنزلة العظيمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قد تعب كما تعلمون، فجاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقال: انظروا من يصلي بالناس. خرج عبد الله بن زمعة وهو راوي الحديث يقول: فوجدت أبا بكر قد مضى ليس موجودا في المسجد، فقلت: يا عمر قم فصلي بالناس. فقام عمر يصلي بالناس وكان صوته مجهرا، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه يتألم من المرض وشدته،
وكان يريد أبا بكر أن يصلي بالناس، فغضب عليه الصلاة والسلام، مع أن هذا عمر، غضب وقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وهذه تزكية عظيمة تدل على أن أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام حصل خلاف بين أبي بكر وعمر، وانظروا أيها الإخوة، مع أنهم من هم في مكانتهم وعلمهم وإيمانهم، لكن في نهاية الأمر هم لا يخرجون عن طبيعتهم البشرية، يقع منهم الزلل ويقع الخطأ. وكانت في أبي بكر رضي الله عنه حدة، كما حدث هو بنفسه عن نفسه، مرة لما خطب بالناس في ولايته بيّن لهم طبيعة شخصيته، فقال: أيها الناس، إنني امرؤ تعتريني حدة، فلا أرأين من أحد منكم شيئا يسوءه فيرى مني ما يسوءه. فهو حصل بينه وبين عمر شيء من الخلاف، فغضب أبو بكر وقال كلمة على عمر ثم تفرق. ندم أبو بكر، وهذه من أخص خصائص أبي بكر، سرعة فيئته للحق وسرعة رجوعه وندم، رجع وجاء إلى عمر يطلب منه العفو والصفح، إلا أن عمر أبى ولم يسامح. فرجع أبو بكر حزينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ندم عمر رضي الله عنه أن لم يقبل عذر أبي بكر، فذهب إليه في بيته وقال: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب الصديق رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام غاضبا وقد رفع ثوبه حتى بدت ركبته، فقال عليه الصلاة والسلام: أما صاحبكم فقد غامر. جلس الصديق وأخبره بخبر عمر، وقال: كان بيني وبينه كذا وكذا، فطلبته أن يعفو عني فلم يعفو ولم يسامحني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: غفر الله لك يا أبا، ما هو إلا قليل. حتى قدم عمر، فلما قدم عمر، وانظروا أيها الإخوة، وعمر وعمر، لا أحد منا يجهل مكانة عمر عند النبي عليه الصلاة والسلام وعظيم حبه له، ومع هذا إذا صار الأمر يخص الصديق فلا يمكن أن يقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام أحدا كائنا من كان على أبي بكر. فلما جاء عمر، يقول الراوي: فجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمعر غضبا على عمر ويقول: هلا تركتم لي صاحبي، هلا تركتم لي صاحبي. قال الناس: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. وواساني بنفسه وماله، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلمات شديدة، والغضب قد بدا على وجهه حتى إن أبا بكر جثى على ركبتيه يطلب من رسول الله أن يسامح عمر خوفا على صاحبه، ويقول: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم يا رسول الله. هل سمعتم بمثل هذه الأخلاق وبمثل هذه النفوس العظيمة؟ إنها نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظمهم نفسا وأكثرهم إيمانا ويقينا وتوكلا هو هذا الذي نتحدث عنه رضي الله عنه وأرضاه. موقف آخر للصديق أيضا كان بينه وبين ربيعة الأسلم. يقول ربيعة: حصل بيني وبين أبي بكر شيء، فقال لي أبو بكر كلمة كرهها أبو بكر، يعني شيء من المسبة، ثم ندم، فقال: يا ربيع، ردها علي حتى يكون قصاصا، رد علي الكلمة التي قلتها لك. فقال ربيعة: والله لا أفعل. قال: لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربيعة: ما أنا بفاعل. يعرف من هو هذا، يعرف أن أبا بكر لا يمكن أن يقال له شيء حتى ولو أخطأ لمكانته العظيمة، فما كان لربيعة رضي الله عنه أن يتجرأ على أن يقول كلمة للصديق. فذهب أبو بكر غاضبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحقه ربيعة،
فجاء قوم من أسلم وهم قبيلة ربيعة فقالوا يغفر الله لأبي بكر، على أي شيء يستعدي عليك رسول الله وهو الذي قد قال لك ما قال؟ كيف يستعدي النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يكون في صفه وهو الذي أخطأ عليه؟ فالتفت إليهم ربيعة وقال: ألا تدرون من هذا؟ هذا ثاني اثنين، هذا أبو بكر الصديق، هذا ذو شيبة المسلمين، انتبهوا. لا يلتفت فيراكم تنصرونني عليه فيغضب رسول الله لغضبه فيغضب الله لغضبهما فيهلك ربيعة. قالوا: فماذا تأمرنا؟ قال: ارجعوا. فرجعوا، وذهب ربيعة في إثر أبي بكر حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أبو بكر عنده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لربيعة: يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ قال: يا رسول الله، كان بيني وبينه شيء، فقال كلمة كرهها ثم قال لي: قل مثلها حتى يكون قصاصا، فأبيت. قال: أجل يا ربيعة، لا تفعل، ولكن قل: يغفر الله لك يا أبا بكر. فقال ربيعة: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. فولى أبو بكر رضي الله عنه باكيا. هذه المواقف أيها الإخوة وغيرها كثير تدل على أن هذا الرجل عظيم، وأن مكانته في الإسلام ليست كأي مكان. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي جعل أبا بكر يصل إلى هذه المنزلة؟ هل هي قرابته ونسبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو ربما لأنه كان من السابقين الأولين للإسلام؟ لا، لم يكن هذا هو السبب. السبب الذي جعل أبا بكر رضي الله عنه يصل لهذه المنزلة العظيمة في الإسلام هو ما تمتع به من خلال وخصال صنعت منه هذه الشخصية العجيبة. التكامل في هذه الشخصية، في الأخلاق، في العبادة، في الجهاد في سبيل الله، في نصرة الإسلام، في التضحية والبذل بماله وبنفسه وبأهله من أجل دين الله تبارك وتعالى، كل هذا كان مبنيا على ركيزة من الركائز التي ينبغي لنا جميعا أن نتخلقها في واقع حياتنا، ألا وهي شدة خوف الله عز وجل ومراقبته في السر والعلانية. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه شديد الخوف من الله عز وجل، مع أنه كان يسمع بأذنيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر في الجنة، يعلم أنه في الجنة ويعلم بموعود الله له وبمكانته عند الله، ومع هذا كان شديد الخوف. دخل عليه عمر مرة فرآه وهو جالس لوحده يجذب لسانه، أبو بكر يجذب لسانه، فتعجب عمر من هذا الموقف وقال: مه يا خليفة رسول الله، ما الذي تصنع؟ قال أبو بكر رضي الله عنه يشير إلى لسانه: هذا الذي أوردني الموارد، هذا اللي فعل بي الأفاعيل، هذا الذي جعلني أخطئ وجعلني أذنب وجعلني أفعل وأفعل. احتقار لنفسه، شدة مراقبة لكلماته وفلتات لسانه رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي جعله يخاف هذا الخوف من ربه عز وجل. كان له غلام يعمل عنده، فكان لا يأتي لأبي بكر بطعام إلا وسأله أبو بكر: من أين هذا الطعام؟ حتى يتأكد من مصدره، هل هو من حلال أو من حرام؟ فإذا تأكد وعلم أنه من مصدر حلال أكل. في يوم من الأيام جاء الغلام بطعام كالمعتاد وقدمه بين يدي أبي بكر، إلا أن أبا بكر رضي الله عنه هذه المرة لم يسأل، نسي فأكل منه. قال الغلام: لم تسألني يا أبا بكر هذه المرة من أين جئت بهذا الطعام؟ قال: فمن أين جئت به؟ قال: هذا مال أخذته من رجل كنت قد تكهنت له في الجاهلية بكهانة، فوافقت أصابت، يعني قلت له أنه سيحصل لك كذا وفعلا حصل هكذا، فلقيني اليوم فأعطاني المال فاشتريت به الطعام وأتيت به إليه. يقول: فجعل أبو بكر يدخل إصبعه في حلقه ويتقيأ كل ما في جوفه،
كل الطعام الذي كان في جوفه يخرجه. فقال له: لما يا أبا بكر تفعل هذا؟ قال: والله لو لم يخرج هذا الطعام إلا بخروج روحي لفعلت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. سبحان الله، مع أن أبا بكر كان معذورا ولو أكل بهذا الشكل وهو لا يدري، ليس عليه شيء، لكن شدة الخوف من الله هي التي جعلت أبا بكر يتحرز، لا يريد أن يدخل إلى جوفه أي شيء يغضب الله عز وجل. فماذا نقول لمن يأكلون الحرام ويتعمدون أكل الحرام ويسرقون ويغشون ويخونون ويخلون بعملهم ويرجون بعد ذلك المنازل العليا عند الله تبارك وتعالى؟ روى الحاكم في المستدرك عن زيد بن أرقم قال: كنا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه فدعا بشراب، فأتي بشراب فيه عسل، فلما قرب إليه بكى بكاء شديدا حتى بكى من حوله لبكائه، ثم سكتوا وما سكت واشتد بكاؤه، فلما سري عنه مسح عينيه من الدموع، فسألوه وقالوا: ما الذي أبكاك يا خليفة رسول الله؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كنت عنده يوما فرأيته يدفع عنه شيئا وما رأيت شيئا، فقلت: ما هذا يا رسول الله الذي تدفعه؟ قال: هذه الدنيا تمثلت لي فقلت إليك عني، فقالت: إن فلت مني فلن يفلت مني بعدك أحد، فهذا الذي أبكاني. وكان من مواقفه العظيمة رضي الله عنه وشدة خوفه من ربه وهو المبشر بجنة الله، أنه مرة رأى طيرا يطير فقال يخاطب الطير: طوبى لك يا طير، تأكل من الثمر وتقع على الشجر ولا عذاب ولا حساب، ليتني كنت شجرة على قارعة الطريق فأخذني جمل فازدردني وجعلني في جوفه فأخرجني بعرا ولم أكن بشرا. الله أكبر، شيء عجيب، يقول هذا عن نفسه وهو الصديق، يقول: ليتني ما كنت بشرا. يخاف من ماذا وهو المبشر بالجنة؟ يخاف عذاب الله تبارك وتعالى. ونحن اليوم إلا من رحم الله، الواحد منا لو قدم عبادة يسيرة يرى نفسه بهذه العبادة كأنه قد ضمن المنازل العليا في الجنة، فربما تجرأ على محرمات كثيرة لأنه في زعمه عنده من الحسنات والصالحات ما يبلغه رضوان الله تبارك وتعالى. قارن نفسك بأبي بكر لترى البون الشاسع بيننا وبينه رضي الله عنه وأرضاه. من خصاله، ولعلي أن أختم بها، العظيمة التي رفعت منزلته أنه كان شديد التضحية لدين الله عز وجل. كل ما يملكه الصديق جعله لله تبارك وتعالى، مال وأهل وقوة، سنان، سيف، مقاتلة في سبيل الله، كل ما يستطيع بذله من أجل إعزاز هذا الدين. يأتي كما تعلمون عمر رضي الله عنه يوم جيش العسرة بنصف ماله وهو يظن أنه سيسبق الصديق اليوم، وقد أضمرها في نفسه فقال: اليوم أسبق أبا بكر. يعني عادة أن أبا بكر هو الذي يسبقه، لكن عمر رضي الله عنه رأى أنه في هذه المرة سوف يسبق الصديق، لأنه سيبذل نصف ماله في سبيل الله، وهذا أيها الأخوة ليس شيئا يسيرا، بذل نصف المال شيء عظيم، لكن ربما لأننا نعرف القصة لا يؤثر فينا مثل هذا الكلام، نعرف بقيتها، لكن الحقيقة أن الأمر عظيم، وأن تقديم نصف المال في سبيل الله يعد شيئا كبيرا. عمر يأتي بنصف ماله إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويضعه بين يديه ويقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال: تركت لهم شطر مالي مثله. قال عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك فيما أبقيت وفيما أنفقت، فما هو إلا قليل. فيأتي ذلك الرجل نحيل الجسم بمال يضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، لم يبق شيئا، كل المال جعله في سبيل الله. حتى قال عمر كلمته الشهيرة: لا أسبقك
أو لا أسابقك بعدها أبدا، يعني يستحيل أن أصل إلى مرتبتك يا أبا بكر، مهما فعلت فأنت تفعل شيئا أعظم وأكبر مما أنا أنوي أن أفعله. كان مرة رضي الله عنه جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: من تصدق اليوم منكم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد اليوم منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من اتبع اليوم منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله الجنة. يعني أبو بكر لم يتكئ على ضمان وشهادة أنه في الجنة فيترك العمل الصالح، بل كان يضاعف العمل الصالح ويزداد من الصالحات ويكثر منها، وهو كما قلت بهذا الوصف، فكيف بنا نحن مقصرين؟ لهذا كان يبذل كل ما يستطيع من أجل هذا الدين. يقول علي رضي الله عنه مرة يسأل الصحابة من معه في خلافته، قال لهم: من أشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. ولا شك أن علي من أشجع الناس، أنت يا أمير المؤمنين. قال: أما إني ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه، ولكن أخبروني من أشجع الناس. قالوا: لا نعلم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنه لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا حتى لا يهوي إليه أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا منه إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا أشجع الناس. ثم قال علي: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، يعني قبل الهجرة يوم أن كان المسلمون مستضعفين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذته قريش، فهذا يجأه وهذا يتلتله وهذا يضربه، ووالله ما دنا أحد منه، ما نستطيع نحن ضعاف، إلا أبو بكر يضرب هذا ويجأ هذا. وتخيل أن أبا بكر، وأنتم تعلمون هيئة أبي بكر وصفته، واحد أمام هؤلاء الكبار الجلاوزة الغلاظ الشداد من كفار قريش، لوحده يقف أمام هذه الجموع ليدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم رفع علي رضي الله عنه بردة كانت عليه ووضعها على وجهه وبكى حتى أخضل لحيته، ثم قال لمن حوله: أنشدكم بالله، أبو بكر خير أم مؤمن آل فرعون الذي ذكر الله خبره في القرآن؟ فسكتوا. قال: أفلا تجيبوني؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من أمثال مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل يعلن إيمانه. أيها الإخوة، هذه شذرات قصيرة وقليلة في حق هذا الرجل، هي دعوة إلى أن نعود فنقرأ في سيرته ونتأمل في أخباره، فإنها والله من أعظم ما تحيا به القلوب. اقرأوا في سيرة هذا الرجل العظيم، هؤلاء هم القدوات الصادقات، هؤلاء هم الرجال الذين يقتدى بهم، خذوا من معين سيرتهم واقتفوا آثارهم وتخلقوا بأخلاقهم لعلكم أن تحشروا في زمرتهم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين، وأن يحشرنا في زمرة محمد بن عبد الله وصحابته الكرام، إنه سبحانه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.